لأي مكان نشكر من جهوده. أني كحج حميد تعلو 77 واحد راح من بيتي صار بيد الداعش، كلها من أولادي وأخواني وعائلتي وأخواني وأولاد أخواني وأخواتي. لا زال 41 واحد باقين بيد الداعش، كل شيء ما نعرف من جهودهم. بيهم أطفال كبار؟ 36 واحد حررنا مثل ما قال الأستاذ قبل هسا، سمعت كلامه واقعي بصراحة. وما كانوا القسم من بناتي عمرهن كان 13 سنة و14 سنة، وواحد منهن كأشواق كان 13 سنة واغتصبت من وراء بيت أذني الأنذال الدواعش. كل عائلتي جايين ما عدا نسواني اثنين، الكل اغتصبت من ايد الدواعش من 13 سنة ولحد 16 سنة و17 سنة. طيب ما من هذا العائلة اللي اشتريتن أنا نعم. استصعبتها نعم. أسأل منى، لأن هي يعني بعدها طفلة، استصعبت أسألها أنه تم الاعتداء عليك. فعلا اغتصاب كلنا، نعم اغتصبت وعمرها كان أقل من 13 سنة هذاك الوقت. هي قالت لك نعم؟ وأكو أصغر منها، أكو أصغر منهن هم اغتصبت من إيد الدواعش. خوش إسلام، ما ظل شيء إذا ما سوى براس اللي يزيدية بصراحة، وخاصة هالفتيات عمرهن 9 سنين وفما فوق. طيب أنت تقول 41 لحد الآن من عائلتي مختطفين، إيش قد بيهم نساء؟ إيش قد بيهم؟ نعم. معلوماتك عنهم؟ المعلومات عنهم اثنين من بناتي وخمسة من ولدي، وعائلة أخوي أكبر مني هو وزوجته واثنين من بناته واثنين من أولاده. أخوي أصغر مني عائلتهم كانت ثمانية كلهم بيد الداعش، هو وزوجته وأولاده وبناته وأولاده. أختي مع خمسة من أولاده، أختي الثانية مع أربعة من أولاده، ابن عمامي واحد منهم مع أربعة واحد منهم مع خمسة. طيب نسيبي كلها من داخل بيت. طيب أنتم الآن عايشين في مخيم؟ هاي صار 7 سنوات أنا ساكن بمخيم إسيان. هو هذا إحنا كيحسبونا عراقيين؟ لا، هاي الطائفة اليزيدية ناسين طالعين حتى من الجنسية العراقية بصراحة. أنت لحد هسا إيش قد اللي يقولون أنت تستلم راتب، تستلم تعويض من الحكومة العراقية لو عايش بالمخيم والسلام؟ عايش بالمخيم ولا دينار من الحكومة العراقية، ومع الأسف أول العام، بين أول العام والعام توزعت 2 مليون دينار كل ناجية على أساس إيه؟ أربعة من بيتي ما استلموا هالمليونين، بالمئة 60 توزعت، 60% توزعت هالمليونين على الناجيات، 40 انطارت صارت بالجيوب.